العجول عرفت ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنة الماضية، حيث تتجاوز أسعار الصغيرة منها 15 مليون سنتيم، الأمر الذي جعل بعض من الزبائن في حيرة من أمرهم. نتابع تفاصيل مع سليف دامش. ارتفاع أسعار العجول بنسبة 30% مقارنة بالسنة الماضية هو ما لمسناه قبيل أيام من عيد الأضحى، الأمر الذي أخلط أوراق الزبائن الذين عاهدوا شراء العجول. كل عام احنا نشرو كريف كل عام، بس هذا العام غالي شويه، غالي بزاف السوق غالي. العام اللي فات البري كان انتيك، البري كان الكريف 14 15 دوك زاد 5 ملايين. وشوف الخروف غالي والكريف غالي، الناس تلفت لها. الباعه من جهتهم اعتبروا انه رغم ارتفاع الاسعار الا ان هناك طلب خلال هذه الفتره، سواء لموسم العرس او لغايه الاضحيه. الحمد لله رانا موفرين لهم، عندنا مشتريات ديالنا ويجوا. وشنو شغل الاقبال شويه راهو نقص على العام اللي فات شويه على لي بري وكذا كذا، هذا ما كان. وشنو كاين عباد يساعدهم بقري خير من كيشري كبش، يكونوا سته ولا خمس خاوه يتشاركوا في وكريف ولا يسقام لهم مو شارك باش يشجروا خرفان كيما راهم هكذاك. اون بليس يصاب ما في الكونتيتي شغل اللحم يخرج لهم خير من الخروف. شي حاجه زعما اللي بغينو افير ولا زعما داو حاجه شاب، شغل تجي دي فوا تجي فكره هكذا الناس ديرها ومن بعد تلقاها ماشي باسكو علاه ديجا باش تذبحوا وتقطعوا وكذا وكذا. فيها ارتفاع اسعار الكباش قابله ايضا ارتفاع حاد في اسعار العجول التي كانت الى وقت قريب الخيار الامثل بالنسبه للبعض.